جبريل عليه السلام ملك الوحي المرسل بالرسالات إلى الرسل، ما هي القوة الهائلة التي يمتلكها؟ ولماذا هو أقوى الملائكة؟ ما هي الأحداث الكبرى التي شارك فيها؟ ما هي بعض الصفات التي يتميز بها عن سائر الملائكة؟ وبماذا مدحه الله عز وجل؟ ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إن الحديث عن الملائكة لهو مما يزيد الإيمان ويقويه ويرسخ اليقين في القلوب، فتفرح بربها سبحانه وتمتلئ تعظيما له وإجلالا، ويعلم الإنسان مقدار ضعفه وعجزه، وأن هناك من هو أعظم منه خلقا وقدرة وقوة. مرحبا بكم متابعين الأعزاء في قناة أسرار خفية، حيث نكشف الستار عن الألغاز والأسرار التي تحيط بنا. في حلقة اليوم سنكشف بعضا من أسرار أحد أعظم الملائكة في السماء، الملاك جبريل عليه السلام. هذا الملاك العظيم الذي يعتبر رسول السماء، الرسول بين الخالق والأنبياء، يحمل في طياته أسرارا عديدة. انضموا إلينا في هذه الرحلة المثيرة لنكشف معا الأدوار التي قام بها خلال الأحداث الكبرى في التاريخ، أسرار الملاك جبريل عليه السلام. لكن قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في قناة أسرار خفية والإعجاب بهذا الفيديو ليصلك كل جديد. تابعونا. غلق الله الخلق وأودع فيهم من عجائب قدرته الشيء الكبير، واصطفى من بعض خلقه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومن خلقه سبحانه علم الملائكة، وهم خلق خلقهم الله من نور، وهم مربوبون مسخرون، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون، لا يتناكحون، ولا يعلم عددهم إلا الله. ومن الملائكة الملاك جبريل عليه السلام. ميز الله جل جلاله جبريل عليه السلام عن الملائكة وجعله قائدا لهم، وخصه بما لم يخص به لا الملائكة ولا أحدا من المخلوقات خلقا وتكليفا، فهو حامل الوحي، وهو من ينزل بالشرائع والأحكام من السماء إلى الأرض، وهو من يدمر الأمم الظالمة. وخلقه الله جل جلاله خلقا عظيما مميزا، ومنحه إمكانات هائلة. وحين أخذ السامري قبضة من تراب أثرة فرس جبريل عليه السلام في حادثة انشقاق البحر، كان لتلك القبضة تأثير عجيب في الأشياء، فحين رماها على حليهم أصبحت عجلا له خوار. فإذا كانت قبضة تراب من أثر فرس جبريل عليه السلام لها هذا التأثير، فكيف بجبريل نفسه عليه السلام؟ وصفه النبي حين سئل: كيف يأتيك جبريل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه أخضر. كان أول لقاء بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام في بادية بني سعد، عندما كان صلى الله عليه وسلم في الرابعة من عمره. وأجبريل إليه وهو يلعب مع أقرانه، وأخذه وشق صدره، ثم أخرج منه علقة وقال له: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله بماء زمزم وأعاد قلبه إلى مكانه. من صفاته أنه كثير الخوف من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. والحلس البالي هو الثوب القديم الممزق، فرأى النبي جبريل كالثوب القديم الرقيق من شدة خوفه من الله عز وجل. وهذا الخوف الذي تلبس به جبريل عليه السلام
هو الذي جعله في مدارج التبجيل والتعظيم، حتى دعي في التنزيل بأنه الرسول الكريم. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يجعله يراه على هيئته الملائكية التي خلقه الله عليها، فرآه مرتين فقط، ولم يره أحد من الأنبياء على صورته الملائكية إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهو مر في الأرض ومر في السماء، فأما في الأرض حين كان النبي في غار حراء، طلع له جبريل من المشرق إلى المغرب، وملأ ما بين السماء والأرض، وله 600 جناح، فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فنزل إليه في صورة الآدميين وضمه إلى صدره وجعل يمسح الغبار عن وجهه. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة. قال: يا محمد، إنما نشرت جناحين من أجنحتي، وإن لي 600 جناح، سعة كل جناح ما بين المشرق والمغرب. المرة الثانية رآه النبي عندما عرج به إلى السماوات العلا عند الشجرة العظيمة، شجرة سدرة المنتهى في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى وعليه 600 جناح، ينثر من ريشه تهاويل الدر والياقوت، وتهاويل الدر والياقوت هي الأشياء المختلفة الألوان، وأصلها مما يهول الإنسان ويحيره، القوة الهائلة. وصف القرآن الكريم جبريل عليه السلام بالقوة العظيمة، فقال عنه: ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال عنه أيضا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي ذو منظر حسن وقوة شديدة. وكان من شدة جبريل أنه اقتلع مدائن قوم لوط من الأرض السفلى بمن فيها من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000. رفع ذلك كله على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، فهذا هو شديد القوى. وكان من قوته أنه رأى إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض المقدسة، فنفحه بجناحه نفحة ألقاه بأقصى جبل في الهند. ومن قوته صيحته بثمود في عددهم وكثرتهم، فأصبحوا جاثمين خامدين. وصفه الله تعالى بخمس صفات في قوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. الصفة الأولى أنه كريم، فهو رسول كريم وليس كما يقول أعداؤه إن الذي جاء به شيطان. الصفة الثانية أنه ذو قوة. الصفة الثالثة أنه مكين عند الرب تعالى، أي عالي المكانة عند ربه. أنه مطاع في السماوات، أي أن جنوده وأعوانه من الملائكة الكرام يطيعونه كما يطيع الجيش قائدهم. الصفة الخامسة أنه أمين، وفي وصفه بالأمين دليل على حفظ ما حمله وأدائه له على وجهه دون نقص ولا تغيير. بعد أن اصطفى الله عز وجل مريم عليها السلام، أرسل إليها ملائكة كي يبشروها أن الله اصطفاها على نساء العالمين. جاءت البشارة لها عن طريق جمع من الملائكة الكرام، وفي سورة مريم أتاها جبريل عليه السلام. ورجت مريم عليها السلام وانفردت عن أهلها، وذهبت إلى مكان جهة شرق بيت المقدس، توجهت إلى ذلك المكان لتعتكف وتختلي من أجل العبادة، وصنعت لنفسها حجابا يسترها عن الناس. فلما كانت في خلوتها مطمئنة، تفاجأت برجل في صورة شاب سوي الخلق
في أبهى صورة وأجمل منظر ممكن أن تراه العين يقترب منها. فلما رأته انتفضت مذعورة، ولجأت إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستثير مشاعر التقوى في نفس الرجل والخوف من الله. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال لها يطمئنها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فلما علمت مريم عليها السلام وأيقنت أن هذه البشارة صادقة وأن الذي بين يديها ملك مرسل من عند الله تعالى، تعجبت وتساءلت عن كيفية تحقيق هذه البشارة العجيبة. قال لها: قال ربك هو علي هين، أي أن هذا الأمر سهل على الله جل جلاله. علمت أن قدرة الله وإرادته محققة، لا يحدها حدود ولا تقيدها قيود. فالذي خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق حواء من أحد أضلاع آدم، هو قادر على خلق عيسى من أم دون أب ليكون آية للناس. قال بعض العلماء: إن جبريل بعد ذلك نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة إلى فرجها، فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع زوجها.